بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات الإخوة والأخوات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم ومرحبا في حلقة جديدة من صوت تركستان الذي نقدمه من قناة تركستان الشرقية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل. صدق رسول الله فيما بلغ عن ربه، وصدقه واقع تشهد به أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من غزة إلى كشمير إلى الشيشان إلى أفريقيا الوسطى فمالي، وهناك في أقصى الشرق في تركستان الشرقية، حيث أصدرت الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي لجنة منع التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة قرارا أدانت فيه الأمم المتحدة أدانت معسكرات التطهير التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصيني. تعلمون حضراتكم أن دولة تركستان محتلة منذ العام 49 بعد فلسطين بسنة، بعد أن تفككت خلافة المسلمين. كان طبيعيا أن يتجاوب، أو مفترضا أن يتجاوب المسلمون، وليس المسلمين وحدهم بل كل الأحرار وكل أنصار الحق في العالم، أن يتفاعلوا مع بيان الأمم المتحدة الكاشف لهذه الجريمة والفاضح لها والمدين. لكن الغريب أن يحدث العكس، أن تصدر جريدة مصرية أو صحيفة مصرية اسمها اليوم السابع مكة الصغرى، وهو وصف يعني فيه من النفاق ما فيه، لكشف تداعيات هذا التقرير الكاذب الذي صدر عن اليوم السابع المصرية في 24 من هذا الشهر نوفمبر. نلتقي في لقائنا المستمر مع فضيلة الشيخ سراج الدين عزيزي، نائب رئيس جمعية علماء تركستان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. كيف استقبلت هذا التقرير الصادر عن التقرير الصحفي الصادر عن اليوم السابع الذي وصف تركستان الشرقية بأنها مكة الصغرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجريدة هذه ليست غريبة، إنها هي أصدرت تقرير سابق في نفس السياق، أن هناك في تركستان الشرقية الحرية موجودة والصلاة تقام وما إلى ذلك، فهذا يعني تقرير ثاني. لكن في الواقع هذا يعني غطاء للجرائم أو جرائم إبادة التي تمارسها الصين، لكن بصوت عربي. هذا شيء مشين جدا. في الواقع هناك زي ما تفضلت، التقارير تؤكد أن هناك ملايين محتجزين، ومؤخرا حتى يعني بالملايين محتجزين ولا تجد رجال في الشوارع، ومع ذلك سلطات قمول في تركستان أصدرت قرار بتسليم أنفس الناس الذين هم يعني متدينون، مجرد يؤمنون بالدين أو بالقرآن. يعني مدينة قمول السلطات الاحتلال فيها قالت أن أي مسلم ملتزم يسلم نفسه حتى لا يتعرض للمساءلة. هذا شيء يعني سخيف. قبل كم شهر أحد المسؤولين في تركستان قال أن الشعب الأويغور من أسعد المسلمين في العالم. طيب هناك وثائق وتقارير تؤكد أن هناك أكثر من 5 ملايين محتجز معتقلين، ولا تجد رجال في الشوارع، وكيف أسعد؟ يعني إنسان يكون سعيد في السجن؟ صح، لكن إذا واحد يؤمن بالله كما مثل سيدنا يوسف، ربما يكون هو نفسه سعيد في السجن، لكن هو لم يختار، الشعب التركستاني لم يختار السجن بنفسه، لكن مجرد أنه آمن بالله وأدى شعائر الدين واعتقل. الآن نحن نتكلم عن إبادة جماعية، إبادة شعب كامل. يعني بعيدا عن السعادة الموهومة أو الكاذبة، اليوم السابع قفزت على حقيقة
ولم تذكر أن تركستان هي دولة محتلة. هي أصلا ما دام تتكلم بلسان الصين لا تذكر أن الصين حتى ذكر اسم تركستان محظور عندها. لكن هناك الوقائع يعني تثبت أن تركستان الشرقية دولة محتلة. يعني أقيمت جمهوريتان في السابق عام 33 عام 44. نعم. وهذا واقع. نعم صدقت، لأن في التقرير المشار إليه المنشور في جريدة اليوم السابع المصرية لم تذكر الصحيفة كلمة تركستان، إنما ذكرت شينجيانج الاسم الصيني. وتعلمون حضراتكم في الأمة العربية والعالم كله أن دولة فلسطين التي تعترف بها الأمم المتحدة لا تعترف بها وسائل الإعلام في مصر ولا في أغلب الدول العربية حاليا، فيستخدمون مصطلح إسرائيل وكأنهم يكافئون المحتل. فهل هذا التقرير من اليوم السابع انحياز للمحتل الصيني ومكافأة له واعتراف بجريمته؟ يعني حسب رأيي هو ليس انحياز، وإنما يعني التستر على الجرائم أو التحدث بلسان المحتل. في هذا السياق ماذا تحب أن تقول للإعلاميين العرب أو لمهنة الصحافة والإعلام في العالم كله؟ ماذا يعني تريد يعني منهم؟ ما هو الدور المطلوب منهم إن أرادوا أن يقولوا كلمة الحق؟ وهذه نقطة. النقطة الثانية، بما ترد على الصحفي الذي يبيع ضميره ويبيع قلمه ويشهد يعني زورا؟ كان من الأولى أن هذا الصحفي أو وفد صحفي مصري ما دام زار تركستان يزور كل الأماكن. صح هناك معهد إسلامي ما يسمى بالإسلامي، لكن معهد واحد لشعب عدده يفوق 30 مليون، ومساحة يعني أكثر من فرنسا بثلاث مرات. يعني هل يقل مساحة تركستان أكبر من فرنسا بثلاث مرات، حتى أكبر من فلسطين بستين مرة. يعني هذه المنطقة يعني فيها معهد واحد ويدرس فيه حوالي 70-80 طالب، هل يعقل أن يغطي هؤلاء أمم تركستان؟ ويعني التقرير تقول أن الشيخ محمد صالح الكشغري شارك في تأسيس هذا المعهد، لكنه يعني تركه لما وجده لا يقدم. هو لم يترك، هو مؤسس المعهد الإسلامي، هو كان المدير، هو كان يعني هو اللي أسس المعهد، لكن هو أجبر ترك المعهد أو ترك الإدارة، ثم بقي في بيته إقامة جبرية أكثر من 15 عام، وفي آخر العمر أدخل في السجن وتوفي في السجن رحمه الله. توفي نعم هذا العام الشيخ محمد صالح الكشغري. تقرير اليوم السابع المكذوب المغلوط المدلس لم يشر إلى مؤسس المعهد فضيلة الشيخ العالم محمد صالح الكشغري، نسبة إلى كشغر التي هي عاصمة تركستان. محو اسم كشغر ومحو اسم تركستان، لكن الحق لن يموت. نقول اليوم السابع ولكل من يتاجر بالمواقف ولكل من يبيع الدماء ولكل من يتخاذل عن نصرة الحق أن الحق منصور بنا أو بغيرنا، وأن من أكبر الكبائر في ميزان الإسلام شهادة الزور. ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض ويذكر أكبر الكبائر، عافانا الله وإياكم. ونسأل الله عز وجل أن يمن على أهل تركستان وعلى كل مظلوم مسلما كان أو غير مسلم بالعدل وبالحرية. فضيلة الدكتور سراج، صدر عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسته الحالية بيان يدين معسكرات التطهير العرقي أو معسكرات قتل الهوية أو معسكرات التعذيب، وهي ليست بمعسكرات، لأن قلنا فيما سبق أن المعسكرات للعساكر، هذه سجون نازية يحارب فيها الإسلام. بيان اتحاد علماء المسلمين ألم يحرج اليوم السابع وهي تنشر هذه الأكاذيب؟ إذا كان علماء المسلمين في العالم أصدروا بيانا يدينوا جريمة سلطات الاحتلال الصينية،
هل اليوم السابع لم تسمع بهذا البيان أم أنها تجاهلته؟ بالنسبة لبيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيان جيد ممتاز ومشكور عليه، مع أنه تأخر كثيرا، وكان كنا يعني نتمنى أن تصدر مثل هذه البيانات من كل المؤسسات الحقوقية الإسلامية وما إلى ذلك. لكن بالنسبة لليوم السابع، ما دامت هي تتكلم بلسان الصين، أنا لا أعتقد أنها تحرج أو تندم لما قامت به من جرائم أو تواطأت مع الصين، فهي تستمر، لأنه الصين أكيد لديها يعني إمكانيات توفر لهم ماديا وبعض الإمكانيات، فبهذا الشكل يعني أصوات يعني كاذبة أو موالية للصين ربما تخرج من هنا وهناك يعني في أي لحظة. أنت ترى هذا المقال بمثابة جريمة مدفوعة الأجل؟ هذا طبيعي وارد، لأنه هو يعني حجب الحقيقة. طيب، الحقيقة اعترفت بها صحيفة ساوث تشاينا أو اسمها ساوث تشاينا مورنينج بوست في اعتراف من حكومة الصين بشرعنة معسكرات إعادة التأهيل في سلسلة مقالات نشرت بتاريخ 10 و 13 أكتوبر من عامنا هذا. قالت أنه تم إجراء تعديلات قانونية تتيح إقامة هذه المعسكرات. فهل معسكرات تكفير الناس أو محو دينهم تليق بمكة الصغرى كما وصفتها يوم السابع؟ يعني بهذا الصدد لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه هذا يعني التشبيه بمكة الصغرى هذا تشبيه يعني غريب جدا، لا يليق بهذا الوضع. يعني في الواقع الصين بنفسها اعترفت أن هناك معسكرات نازية تسجن أو تحتجز الملايين. آخر مقال أو تصريح صدر من السفير الصيني في واشنطن بأن الصين يعني إذا واشنطن لو أقدمت على معاقبة الصين بسبب اضطهاد المسلمين في تركستان الشرقية يعني تقوم بنفس الأسلوب أو حتى تعاقب الولايات المتحدة. وفي نفس السياق السفير الصيني اعترفت أن هناك احتجاز أو معسكرات يعني كما يسمي هو إرهابيين. يعني هل هناك شعب بأكمله إرهابي؟ الآن يعني أكثر من 5 ملايين مسلم محتجز كلهم إرهابيين. يعني في جزئية الاعتقال والاحتجاز ومحو الهوية لا يجب أن تصرفنا عن القضية الأساسية أن تركستان أرض محتلة وحق مغتصب، فهل ضاعت قضية لا يطالب أحد بخروج هذا الاحتلال؟ لا، بالأسف الصين كانت يعني تحاول أن إبادة كاملة خلال 70 سنة، لكن إرادة الله كان فوق إرادة البشر. الشعب التركستاني مهما اضطهدوا مهما قمعوا ما زالوا يعيشون ويحافظون على دينهم، ونحن الآن نواجه هذا الظلم بسبب ديننا وعقيدتنا وهويتنا الوطنية والدينية. فالآن يعني سواء في الداخل أو في الخارج يعني كل هذه التضحيات كل هذه الملايين بسبب الحفاظ على هويتهم أو حقوقهم المطالب بحقوقهم. إذن نحن من هنا وأنت أخي وأختي المشاهدين يجب أن نقول للعالم كله أن هناك دولة اسمها تركستان فيها 40 مليون إنسان محرومين من حقوقهم أو من حقوقهم، وحتى لو كانت الصين الضخمة الغنية هي الظالم فهذا لا يعنينا، يعنينا أن الله تبارك وتعالى اسمه الحق، وأن المسلم والحر في الدنيا كلها يجب أن يناصر الحق. لذلك نحن سنواصل من هنا رفع صوت تركستان الشرقية، وندعوك أن تشاركنا أخي وأختي المشاهدين الكرام في مناصرة هذه القضية العادلة. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ سراج الدين عزيزي نائب رئيس هيئة علماء تركستان، ونواصل مع حضراتكم اللقاء في صوت تركستان في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله.